ماما يلا حلو. بسجل يا مهزأ. ماشي ماما مش حلو. مين اللي هو لابسه؟ شعبان عبد الرحيم. هيا بنا نمرح. نمرح. وفي مرح، في مرح في جي تي ايه يا مينا، في لعب جد زي الرجاله. استمتع بيه اصلا. لازم اختار شكل حلو يا عم. بس انا اخترت البيبيون. انا شكلي راقي وهعمل ريدي، شكلي انسان محترم مهندم كده. ريدي يا جماعه. هي فرقة نرجع شكلكم بقى ايه؟ لأيام ال يعني انا يعني استنى بس، انا مختار شكلي علشان في سبب، انا طالع للناس على القناة، ده بيعمل ايه بقى؟ وبختار بدلتي. ايه ده؟ انا كنت مختار بيبيون. فين بيبيون؟ ما بيبيون ما تستعجلش نفسك عامة، انا خلاص يعني فاضل 4 دقايق وشوية على ما. ممكن تعمل ريدي حضرتك؟ ماشي. مهزأ اوي. مش بظبط البيبيون؟ هو احنا رايحين فين اصلا؟ ما عارف مين ده؟ انا عارف. عربية ايه؟ يلا. ده في هليكوبتر، في هليكوبتر المفروض نسرقها. ها ربنا يكرم. يا خارا، تقريبا مشيت غلط. ايه باريس تقريبا انا ماشي صح تقريبا يعني. انت فين يا عون؟ انت ازاي بعيد كده؟ ولا هو انت رايح على الهدف بتاعك ولا واحنا كلنا نفس الحاجة؟ لا هليكوبتر طب انت ليه ماشي في طريق غيرنا كلنا؟ عشان كده فشخ يعني. ده سؤال او غبي فشخ؟ تخيل تطلع مثلا معلم حاجة تانية. لا لا انا معلم على الهليكوبتر بجد. طيب تاخد تقريبا بداية. تقريبا هنتقابل دلوقتي. انت ناخد في بعض، ناخد في بعض. خلاص يا خلاص يا مهزأ. انا هبعد بس عن القطر عشان لا يعني حرفانة سواقة، اقسم بالله. يا ابني لا، ايه حد بقى يعمل كده؟ يا ساتر يا رب. عماد هو بيستهبل فاهم. ماشي مكتوب لي ان امشي كده، ولا انا كان فاضل لي سنه واتخبط من القطر. ها شلت بتاع 12 بني ادمين في الطريق. استناني يا مينا. يوه شفتك. ولا يروح ياخدها ويمشي يعني. صحيح اسرقها انت عمد. لا تقريبا نستنى عشان هنحارب حد تقريبا. الحمد لله. ده في ناس هناك يا عم. انا لبست الماسك، لبست الماسك. شد 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 شد. استنى يا احمد، خرب بيتك. ارجع. ماشي 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 ماشي. السلام. لو سهل لا خلاص ننزل بقى. طب ما ينفعش نخش من هنا؟ ولا طلعت من هنا؟ ولا في هليكوبتر المفروض نحاربها. ولا تعالى ورايا، تعالى ورايا. انا وراك. انا هحاول اخدها واجري يعني. هو احنا زي تيم لايفز وان. ولا انا يا نهار اسود. اسود. عون عون، اللي احنا عملناه ده غلط غلط. ولا انا خلاص خلاص الطريق مسدود. ولا طب استنى، طب استخبى بقى اعمل حاجه. ولا يحصل ايه؟ طلع سلاح بقى، انزل في الميه. استنى تعدى هنا. لا لا استنى استنى، ما بقاش في سلم ولا حاجه. نروح منين؟ ما ينفعش نمشي على الحيطه دي. تعالى كده تعالى كده. استنى يا احمد كده، تروح انزل فين؟ يلا يلا انزل الميه يلا. شايفني؟ لا بص يلا عليا، بص عليا، بص عليا يا ابن الهزيلة. طب استناني استناني، هحاول اجيلك. هو فين الطيارة اصلا؟ انا عارف اجيلك. مين مات؟ مش عارف بقى. ما بوي ده اكيد مش هنموت احنا الاثنين صح؟ ولا بس احنا لو عرفنا ناخدها من المنطقة دي نبقى تقريبا بوظنا اللعبة.
في حاجة انفجرت ومكتوب لها زيرو لايفز وعمالة تنور مش فاهم ده معناه ايه. ولا انت طالع قدامي غبي فش. طب استنى عمري استنى بجد احسن يطلعوا لك ولا حاجة. ولا في ناس هنا خارة في ناس هنا. طب اعمل ايه؟ هجيب سنايبر واحاول اجيبهم وانا هجيبهم. ماشي تحت المية بس لا هم مش شت واحد تقريبا نزل لك بجد؟ ايه ده ايه ده في نقطة ورايا بس في مش فاهم دي ايه دي. تقريبا في البيت جوه البيت يا خرا. لا بقى هو نفسه يعني احنا تعبنا نفسنا عشان يعمل كده. ولا بس احنا افتكر الدخلة دي المفروض كلهم يجوا معانا اصلا. انا شفت الهليكوبتر عامة دلوقتي. مهزق قوي مستارت يا مهزق. دوست على فكره مش عارف ما سمعتش تك تك. ايه ده خدنا استنى درجاتي طلعت. درجات ايه يا ابني خطيتني درجات انا يا عم درجات خلاص يا عم انت مش في جامعه بتعيرني يا عم انه كمني مش متعلم بصراحه. كمني طالع بابتدائي بصراحه. ما تقولش سر للناس ها بصراحة. بس لا وانا فين بقى مش عارف عايزين نروح نفس المكان. ايه ده مين اللي جاب العربية زي بتاعت بس اركب تعال تعال ماشي. كنا مشينا ازاي بقى؟ المفروض انا بعلم عليها وبعدين نكتشف هنا هي تعال تعال او يعني خش انت ماشي كده. ايوه كان يمين صح؟ يا ريت يبقوا معانا. هو كده كده. ايوه هما جايين اهو. خرا في 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 عربيه المره دي ماشيه. لا ولا هو ولا ولا كلنا ولا شايفك في الميه. كلنا وقعنا في الميه يلا. ولا في سلم هنا في سلم هنا. تعال نطلع من هنا. استنى انت فين؟ ونمشي نفس الطريقة اللي عملناها دي. انت فين؟ اه صح. ولا انا العربية بتاعتي دخلت شايف ال... بص استنى 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 قبل ما تجري استنى قبل ما تبعد. بص. شايف الحتة اللي هي ما انا طالع اهو. شايف الحتة اللي على يميني دي؟ دي. شايف دي؟ عربيتي دخلت منها تخيل. دخلت جواها؟ اه. طب يلا عشان الواد ده بيجري وغالبا هيلزقنا في الناس. مش عارف اطلع مش عارف اتحرك. اه ولا في هليكوبتر يلا ولا فين فين من هناك اهي يلا. ولا 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 وقعت. هكمل لك عوم بقى هكمل وراك عوم. قضيتني يا عم في موت. انا عايز اشوف درجتي يا عم. خلاص الواد العبيط ده هيمشي ب... عربي 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 عربي. انا بحاول عامه الاقي سلم بس مفيش حاجه خالص. هزقه يلا زقه ولا ولا بص على انا هزقه. استنى وقع يا زلمه عربي وقع على واحده ايش. طب اطلع ازاي بقى؟ فين هي بقى؟ ولا تقريبا لقيت طريقه. اي ولا ولا مين مات؟ استنى استنى يا رب بس ما حدش ثاني يموت بس. انا بحاول اغش. لا احنا كل اللي عملناه ده مش غش. بحاول. بص انا بص بص وراك. طب يلا خرا وقعت يا دي النيله. طب تعالى بص بص انا بعمل ايه. تعالى بص انا بعمل ايه. هو انت تاني واحد اصلا. خلاص خلاص تقريبا مفيش موج عالي يعني يسمح. خلاص خلاص خسرنا تمام. ايه ده ايه ده ازاي يا جدعان؟ خسرنا. طيب تعالى بقى نقفل الفيديو ده هنا. فهنقفل الفيديو ده هنا ونشوفكم الفيديو الجاي مع عدم فشل ان شاء الله. فنشوفكم الفيديو الجاي وسلام.